والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. اتفضل استاذ احمد راشد. تشكر يا فندم، انا جاي النهارده كشاهد. وانا اقدم الشكر للاستاذ راشد على حضوره للشهاده. زي ما فهمتك، انا دايما في خدمه العداله. من غير شك يا استاذ، وانا اشكرك على معاونتك لنا. العفو. ممكن يا استاذ راشد تقول لهيئه المحكمه الحديث اللي دار بينك وبين موكلتي الست فتحيه بعد اول خناقه حصلت بينها وبين المجني عليه؟ والله الحكايه دي فات عليها مده طويله وطبعا انا مش فاكر التفاصيل كويس. ارجوك تفتكر يا استاذ، دي بالنسبه لي مساله حياه او موت. ارجوك تفتكر اللي قلتهولي. انا بحاول فعلا اتذكر يا فتحيه. الحديث كان بخصوص طلاق المجني عليه من زوجته وجوازه من المتهمه. حصل حديث فعلا. وسيادتك مش قلت لموكلتي ان المجني عليه قال لك بصريح العباره انه ناوي يطلق روحيه هانم ويجوز فتحيه؟ حصل حديث زي كده، لكن مش متذكر مضمونه. ارجوك يا استاذ راشد افتكر كويس، انت سيد العارفين، الشهاده لا يؤخذ بها اذا تضمنها الشك. والله انا مش متذكر الحديث بالظبط. يبقى اذا التمس من سياده الرئيس الاذن في طلب السيده لبيبه طانيوس جبران لمواجهتها بالاستاذ راشد لتوضيح شهادتهم. وهو كذلك. أرجوك تعيدي قدام الأستاذ راشد الشهادة اللي قلتها لنا. راشد؟ هيدا اسمه راشد؟ أيوه. هيدا هو. هو مين؟ محمد بك أحمد. محمد بك أحمد؟ إيه، صاحب الست روحية. إيه الكلام الفارغ اللي بتقول إيه ده؟ النيابة محتفظة بحقها وتطلب التحفظ على السيدة لبيبة في حالة ثبوت إن شهادتها شهادة زور. زور؟ شو زور وشو صار زور؟ هذا محمد بك أحمد، الرجال التاني. دي أكيد مجنونة. لا مؤاخذة يا أستاذ، اتفضلي استريح أنت يا ست لبيبة. أنا دلوقتي مضطر أسألك أكتر من سؤال. سيادتك كنت فين ليلة الحادثة؟ كنت في السينما. حفلة ستة ولا تسعة؟ ستة. رحت فين بعد كده؟ روحت نمت. كنت تعرف روحية هانم؟ طبعًا أعرفها باعتبار إنها زوجة صديقي. أمال ليه لما كنت بتكلمها في التليفون كنت بتدعي إن اسمك محمد بيه أحمد؟ السؤال ده يستحسن إنك توجهه لنفسك، لأنه ما حصلش وملوش أي داعي. لا، له داعي. صديق الزوج لما يبتدي يكلم الزوجة مرة أو مرتين كل يوم يبقى شيء مش طبيعي، يستحسن ساعتها إنه يكلمها بغير اسمه الحقيقي. طبعًا أنت تعرف إن ده فرض بتفرضه سيادتك، وتعرف كمان إيه الفرق بين الحقيقة والفرض. بس في فروض بتساعد على إيجاد منطق الحوادث، والحوادث نفسها أنا هحكيها لك. أنت ما كنتش بالسينما ليلة الحادثة. أنت كنت في مكتبك مستني تليفون من روحية علشان تتقابلوا زي عادتكم. وفعلًا هي كلمتك. بس المرة دي قالت لك إن رؤوف طلقها. وفهمتك ان الطلاق معناه حرمانها من الميراث. كان لازم علشان ترضيها تشوف لك طريقه. اي طريقه. تعمل ايه؟ Thank you.